هذه يا عم راه تفهمت لي علاش كاين الناس يديروا جروبات واتساب الا ولكن فكرتو بالعجينه بلا ندير الدغل ما نديرش خدمته وكيخاف بنادم يدوي عليه كيخاف بنادم يتجمع عليه ويدوي عليه ما فهمتش العام كتجبدت هذا الموضوع انا والمدام وكانت قالت لي ما معناه انه المدارس كيمنعوا الاباء انهم يديروا جروبات في واتساب نادرا لانه ملي كيتجمعوا كيوليو متطلبين اكثر فكيوليو حالين الشاده والفاده بحيث انه المدرسه ما تقدرش مازال تسير بطريقه فليكسيبل حاضرين علاش ترونسبور هنايا علاش هذه هنايا علاش وانا دابا تنقول واش دابا ما بغيتش زعما شي واحد يراقبكم زعما واش المدارس يتخلصوا يشدوا الفلوس من عند الناس والناس ما يدوش على السيرفيس ديالهم ما يدوش ما عاجبهمش استاذ بان لهم شي استاذ مثلا بشكل غريب وما يمكنش خاص شي اليه ديال الرقابه هذه هي الاليه الديمقراطيه ديال الرقابه خاصهم يريحوا ولا يكون شي جمعيه وواحد كينوب عليهم بطريقه عقلانيه كيدوي على الحقوق ديالو انه مخلص سيرو عطاك فلوس هكداك عطاك فلوس ما تعمل دير اللي بغيتي ما يمكنش وشويه العقل كومون